فكما ملي كتكون واحد المجموعه ديال الدراري مزيانين وكيبغيو الخير لبعضياتهم ضروري غادي تتاقلم وغادي تدخل في المجموعه وكتدخل في المجموعه. الحمد لله هادشي كي بالخدمه وبن فضل الله سبحانه وتعالى. والصراحه الدراري كاملين صحابي والدراري دراري كاملين خوشي، كنبغي نشكرهم وكنقول لهم شكرا حنا دخلت معاكم بسرعه وان شاء الله نفرحوا هذا الجمهور الاهلاوي ان شاء الله. مكسب ورا مكسب ان شاء الله، نكمل على كده ان شاء الله الفتره كلها اللي جايه. زي ما بقول لك مكاسب كتير النهارده، عوده الرضا من الاصابه، الاهداف كانت كويسه، كان ممكن نجيب اكتر من كده، بس التوفيق ما حلفناش يعني في اخر مباراه يعني اكتر من فرصه. ومبروك لجمهور النادي الاهلي، الحمد لله رب العالمين. طبعا انت في النادي الاهلي على طول، احنا لعبنا دلوقتي كم مباراه في كم بطوله يعني، فانت بتخرج من بطوله تخش من بطوله، تخرج من بطوله تخش من بطوله، على طول مباريات متلاحقه. هو ده شغل في النادي الاهلي، انت تبقى موجود لازم تبقى على طول جاهز. بكمل الشغل اللي كان شغال طبعا. الكابتن سيد عمل شغل كبير جدا وعمل اساس كويس، انا بكمل عليه وان شاء الله احنا كلنا بنكمل مع بعض. هو ده النادي الاهلي، انا ما ببداش بصفر، انا ببدا من حيث انتهى الكابتن سيد، خدت الملفات منه وبتكلم معاه على طول، ووصلنا يعني النقطه كويسه وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. اكيد طبعا زي ما قلت كده، انا استلمت من الكابتن سيد بقى طبعا، قعد فتره طويله حضر حاجات كتير قوي، وانا زي ما بقول لك استلمت منه كل الملفات واشتغلت عليها ومكمل شغله، لان في الاخر اللي بيحط السيستم هو النادي، احنا في الاخر بتنفذ السيستم ده وتنفذ السياسه اللي محطوطه بتاعه النادي. طبعا كل واحد باسلوبه، كل واحد بطباعه، كل واحد بشغله، بس في الاخر هو سيستم الشغل كل واحد، نظام الشغل واحد. في الاخر انا دوري ان انا احافظ على نظام الفريق واحافظ على هدوء الفريق، والحمد لله يمكن الفتره دي الدنيا هاديه بشكل كويس جدا، اللعبه كلها ملتزمه. انا مش جاي اعاقب اللعيبه، انا جاي ان انا يعني ان انا يعني اشتغل مع اللعيبه بشكل كويس، ان احنا في الاخر نقدم كره كويسه. زي ما انت شايف الحمد لله النتائج كلها ماشيه بشكل كويس، النتائج كلها فيها كميه اهداف مناسبه جدا، ولو ان انا طمعان في اكتر من كده. انا بحب ان دايما ان انا اشوف الكره جوه الجون، فانت دورك ان انت تساعد اللعيبه ان هو ينزل المباراه، والجهاز الفني ان هم ينزلوا المباراه ما عندهمش مشاكل، هو ده اهم حاجه بالنسبه لدوري يعني. طبعا كابتن كان بيجيبه وعاد امه كان طيب من وقتنا، هو مجيب كوره هتحق ان شاء الله نكتب جولنا ونكتب كاس العالم ان شاء الله. الحمد لله نهايه مرحله مهمه جدا بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمه، ان انت حامل اللقب مهمه جدا، ان انت تمشي بنفس المنوال اللي انت كنت فيه السنه اللي فاتت. اعتقد الحمد لله اداء مميز، نتيجه واداء، خصوصا ان انت بتلاعب فرقه برضه مميزه ومدير فني كبير من المدربين الكبار اللي في مصر، فبشكر اللعيبه طبعا على الجهد ده والاداء ده والاهداف ده، وان شاء الله مزيد من التقدم بقى ومزيد من الانتصارات ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا ودي الحاجه الايجابيه اللي تحسب للراجل، يعني ان ازاي تعمل منافسه باللعيبه، ازاي تعمل روتيشن، ازاي تاخد من اللعيبه كل حاجه ممكنه. اعتقد النهارده الحلول كانت بالنسبه لنا كبيره جدا، سواء على المستوى اللي انت تبدا بلعيبه او يبقى عندك تغييرات. النهارده احنا مفتقدين لعيبه، لكن الحمد لله بنفس الاداء ونفس الاصرار ونفس القتال اللي انت تحقق ثلاث نقاط وتحقق اهداف. فاعتقد الحمد لله طبعا يحسب للراجل تفكيره وتصميمه دايما، اللي انت اللي احنا لما طول ما يبقى عندنا فرصه ان احنا نسجل هدف والثاني والثالث. اعتقد النهارده الحمد لله يمكن حاجه الوحيده بس اللي زعلته النهارده الجول اللي احنا استقبلناه في وقت اعتقد كان في سنه استرخاء شويه، لكن ان شاء الله نقدر نعالجها الفتره اللي جايه. بشكر زمايلي وبشكر ربنا طبعا، رجوع لعب 10 دقايق بعد اصابه قعدت شهرين، فالحمد لله يعني دي البدايه وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. اول فتره بعد العمليه كانت فتره صعبه جدا، انت بعيد عن الكوره، بعيد عن زمايلك، بعيد عن البيت عندك، محجوز في المستشفى، دي اصعب فتره يعني، اول اسبوع 10 ايام بعد العمليه على طول. الحمد لله عدت، ودايما كل حاجه بتعدي يعني، نشكر ربنا والحمد لله رجعنا ولعبنا وان شاء الله دايما مع بعض في المكسب كده ان شاء الله. الحمد لله مبروك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه والمجلس الاداره، والحمد لله مكسب مهم جدا النهارده، نقفل بيه الدوري قبل التوقف الدولي،
فالحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني، كنا رجاله النهارده والحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهودنا بالمكسب يعني الحمد لله. الواحد بيحاول يعمل اللي عليه دايما، مركز 6 الاولويه دايما بتكون في الدفاع والضغط والكلام ده، لكن بيبقى في اوقات طبعا لازم تكون مساند للعيبه اللي قدامه، وفي دايما بيبقى في موجود مساحات، فلازم الحمد لله الواحد بيشتغل على النقطه دي، فلازم يكون مش لازم دفاع بس، فده بنحاول نطورها الحمد لله وبنعملها بشكل كويس الفتره الاخيره. فالحمد لله ربنا كرمنا يعني، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويشتغل على النقطه دي والنقطه دي عشان يظهر بشكل كويس يعني الحمد لله.